الحفلات مكملة اليوم في جدة مع محمد عبده، رابح صقر، رامي عبد الله، وأيضا في الدمام راح يكون راشد الماجد ووليد الشامي وعايض. وبالرياض الجمهور حيكون مع ماجد المهندس، راشد الفارس، وجابر الكاسر. وغير هالحفلات عدد كبير من النجوم نزلوا أغاني خاصة باليوم الوطني، والأسبوع الماضي الشاعر خالد المريخي والملحن ناصر الصالح كانوا بمصر ليحضروا مجموعة أعمال وطنية جديدة. هذا اليوم الوطني يعني لنا الشيء الكثير احنا كفنانين. انا الشهر هذا كله مسخر امكانياتي وجهدي كله لانه اقدم شيء لوطني ولبلدي الحبيب السعوديه. ومن هالاعمال اغنيه لماجد المهندس بتحمل اسم عز السعودي من كلمات خالد المريخي، وترندين كان اول مين سمع هالعمل. تقريبا الأغنية شبه جاهزة الآن، احنا ركبنا الكمانجات والبطريات وتركب الكورال والإيقاع. ماجد ما اكتفى بعمل واحد ونزل أغنية ثانية بعنوان حلمك. ماجد منه النجم الوحيد اللي قدم عمل وطني بهالمناسبة، كمان رابح صقر سجل أغنية بعنوان معاهدينك اللي كتبها أيضا خالد. معاهدينك بالرخاء يا دار والشدة، ورواحنا يا المملكة في الحب هيمانة، من آخر حدود الرياض إلى بحر جدة، سبحان اللي جملك يا دار سبحانه. الشوق فينا يا وطن متعدي نحده، والروح مليانة غلا والعين مليانة، من قد مجد المملكة والشعب من قده، قدر السعودي مرتفع والله رفع شانه اللي يدور ودنا. وبهالوقت ناصر كان بيقضي أغلب وقته بالاستوديو للانتهاء من تجهيزه لأوبريت وطني غناها نايف البدر وريم عبد الله محمد اللي تبناها ناصر مؤخرا. هذه البنت لقيت فيها موهبة فنية جميلة، وخصوصا والدها هو الملحن القدير الله يرحمه عبد الله محمد اللي لحن لنا الله. ونادي الاتحاد لكرة القدم ما قبل يمر هالنهار من دون ما يقدم أغنية وطنية أهداها للسعودية. الوطن أعطى الأندية السنة هذه، أعطوهم الشيء الكثير، الدعم الكبير، فكويس بادرة من نادي الاتحاد أنهم فكروا أنهم يعملوا عمل وطني، وخصوصاً مرشحوني أنا لتلحين هالعمل. وبما أنه حديثنا كله عن الأعمال الوطنية، فخالد هو من أهم الشعراء اللي قدموا أغاني وطنية، ومنها أوبريت رفرف يا الأخضر العام الماضي. ومع كل هالنجاح اللي حققوا بهالأوبريت إلا أنه ما اكتفى ونفسه يقدم أغاني أفضل. إلى الآن ما عملت عمل وطني أرضى غرور أو عبر عن اللي في داخلي تجاه وطني، فأنا مجتهد وطموح أنه يكون أهم أغنية وطنية البلدي تكون أنا اللي كاتب. حنا جنود الوطن بالحرب، ودروع أكبر وضعوا فلم تسمى تزعزعنا،